ظهر بعض الدعاة يقول إن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي وهو يثني وينصح بجماعة التبليغ والإخوان المسلمين في هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ونحن جالسناه أكثر من 10 سنوات ما سمعناه يثني إلا على أهل السنة والجماعة، ويدعو إلى أهل السنة والجماعة وينصح لمن أخطأ من الجماعات الأخرى أن يتراجع عن خطأه من التبليغيين وغيرهم. هذا الذي أعرفه عن شيخي الشيخ بن باز رحمه الله. نعم.